علي عشماوي وهو كان يعني 20 سنة تقريبا في التنظيم الخاص وكتب ذكريات الجماعة وكان هو من عقلائه. يقول إني زرت سيد قطب في بيته وكان بيني وبين خلاف قبل صلاة الجمعة ويعني احتد بينه وبين النقاش فأحببت أن ألطف الجو هذا. فقلت خلنا نروح نصلي الجمعة ونرجع. قال أنا ما أصلي لا الجمعة ولا الجماعة مع الناس. قال لي إيش؟ قال لي أنا لا أرى إقامة الجمعة والجماعة إلا وجود خليفة. فسيد قطب ما يرى إقامة الجمعة أبد، ما يصلي لا جمعة جماعة، وهذا بشهادة لعدم وجود الخليفة. لازم يقول وجود الخليفة، فكل الجهاد الجمعة الجماعة الأشياء هذه. ولذلك هم ايش يسوون؟ هالخليفة هذا من يعتبرونه؟ القائم في الأرض هم يعتبرونه المرشد العام الذي له السمع والطاعة والبيعة وذلك. وهذا اللي يخلي يعني الإخوان المسلمين في كل العالم يبيعون المرشد بيعة سمع وطاعة. بس ليش مسمينه مرشد ما سموه خليفة؟ لأنه ما يقدرون في ظل الأنظمة السياسية. ولذلك الإرشاد هي فكرة مثل فكرة الخميني في قضية الإرشاد، هذاك يسمى نفسه المرشد الأعلى وذو يسمى نفسه المرشد العام.